ينعقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدة عند الثانية بعد ظهر اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية ميشيل عون للبحث في التحضيرات الأمنية المواكبة للانتخابات النيابية المرتقبة في 15 من أيار. وأفادت معلومات صحفية بأن عون كان قد توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الدفاع إلى الانعقاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرة الأسبوع المقبل، لكنه عاد فارتأى تعجيل انعقاده إلى اليوم. وأوضحت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى لصحيفة نداء الوطن أن اجتماع اليوم سيكون مهما لجهة القرارات والتوصيات التي سترفع إلى مجلس الوزراء، لا سيما في ضوء التقارير الأمنية التي تشير إلى وجود بعض المحاذير الانتخابية في عدد من المناطق، مشددة على أن القرار الرسمي اتخذ بتنفيذ خطة محكمة تمنع حصول أي صدام أو توتر على الأرض خلال إجراء العملية الانتخابية. كذلك أشارت المعلومات إلى أن الاجتماع سيبحث في الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة زيارة الحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى لبنان يومي 12 و13 حزيران المقبل. اندلعت صباح اليوم الجمعة مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها باحات المسجد الأقصى. وأفادت الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس عن سقوط 42 إصابة خلال المواجهات، فيما منع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من دخول الحرم القدسي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اقتحمت منطقة باب المغاربة وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين. ويتزامن التصعيد الإسرائيلي مع توافد عشرات الحافلات التي تقل الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في آخر جمعة من رمضان. ودأبت قوات الاحتلال خلال الشهر الفضيل على اقتحام الأقصى لإخراج المصلين والمعتكفين من المصلى القبلي ومن الحرم القدسي بأكمله. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيارته للمملكة العربية السعودية ستفتح الأبواب على عهد جديد بين أنقرة والرياض. وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: أجرينا زيارة إلى المملكة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز كل أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية وبدء حقبة جديدة بيننا. وأضاف أردوغان: أنا على ثقة بأننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي، ونؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا، ونؤكد أننا ضد الجميع أو جميع أنواع الإرهاب ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب. وكان الرئيس التركي قد وصل مساء الخميس إلى جدة في زيارة تستمر يومين، واستقبله الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في قصر السلام. وأقام العاهل السعودي مأدبة عشاء رسمية تكريما للرئيس أردوغان والوفد المرافق. والآن أبرز ما جاء في الصحف لليوم، وأبدأ من صحيفة الأخبار حيث كتبت ميسم رزق: الرياض تجبر الحريري على الدعوة إلى الاقتراع. يسود الظن بأن الحملة التي يتعرض لها فؤاد السنيورة بأمر من الرئيس سعد الحريري هو ما يهد أو هي ما يهدد فوز اللائحة المدعومة منه في دائرة بيروت الثانية أو في دوائر أخرى، لكن الواقع هو أن قلقا شديدا ينتاب السنيورة بعد فشله في تشكيل نواة كتلة نيابية ترث تيار المستقبل، ينبع من إدراكه بأنه شخصية غير مرحب بها في قسم كبير من الشارع السني، وأن كثرا ممن قد يقاطعون صناديق الاقتراع سيفعلون ذلك رفضا للسنيورة بمعزل عن التعاطف مع زعيمهم. ولأن الصوت السني القادر على التأثير في مصير المرشحين في دوائر عدة مستقبلي الغالب، ترجح التقديرات أن لائحة بيروت تواجه لن تنال أكثر من حاصل، وأن المرشح الفائز فيها على الأغلب لن يكون سنيا.
وتؤكد مصادر أن التقديرات التي يعرفها السنيورة جيدا هي أن النواب السنة في بيروت الثانية سيتوزعون على لوائح الأحباش 2 والجماعة الإسلامية عدد 1 وفؤاد مخزومي أيضا عدد 1، واحتمال أن يكون هناك مقعد من نصيب لوائح قوى المعارضة. صحيح أن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت وحراكه ولد اندفاع انتخابية، لكنها ليست كافية لإنقاذ السنيورة. فموقف الحريري وموقف بيئته وتياره والكوادر في حال بقي على ما هو عليه سيكون ذا تأثير كارثي على رئيس الحكومة السابق المتمرد على البيت الحريري. تلفت المصادر إلى أن السنيورة أقنع من ترشحوا على اللائحة التي يدعمها بأنها ضامنة لأربعة حواصل، لكن ذلك مستحيل وفق ما نلمسه أو تلمسه طبعا العائلات. وهذا الأمر أبلغ للسنيورة من شخصيات عائلية وازنة وسمعه من المفتي عبد اللطيف دريان قبل الإعلان عن اللائحة. هذه الأجواء ناقشتها شخصيات مع السفير السعودي، وعندما ذكر أمام البخاري أن الحريري قد يخرج بكلمة علنية قبل يوم الانتخابات يطلب من جمهوره مقاطعة صناديق الاقتراع، أجاب بأن الحريري خاسر إن فعلها وإن لم يفعلها. ولم يجد الضيوف تفسيرا لذلك سوى أن الحريري في حال دعا إلى مقاطعة الانتخابات سيزيد السخط السعودي عليه. بعد أيام قليلة بحسب مصادر مطلعة كرر البخاري كلامه بصيغة أوضح، مشيرا إلى أن احتمال أن تطلب الرياض من الإمارات إبلاغ الحريري الخروج قبل الانتخابات ببيان يدعو إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات، وهو ما وصل إلى مسامع الحريري. لكن المفارقة أن تمزيق صور المرشحين في بيروت أتى بعد أيام قليلة على نقل كلام البخاري. وجاء أيضا في صحف اليوم القوات تبدو مربكة في سلوكها. لفتت الأخبار إلى أن المشكلة التي دفعت القوات إلى طرح الثقة بوزير الخارجية هي تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، ما يصعب عملية الاقتراع، علما بأن ما حصل فعليا هو أن ماكينة القوات في سيدني وفي إطار تسجيل الناخبين المؤيدين لها ملأت خانة الزيب كود الرمز البريدي الخاصة بكل ناخب بطريقة عشوائية من دون أن تأخذ في الاعتبار عنوان سكنه. وبعد رفع الجلسة استغربت أوساط قريبة من مرجع سياسي كيف أن عددا من نواب القوات اللبنانية تغيبوا عن الجلسة على رغم أن القوات هي التي طلبت طرح الثقة بوزير الخارجية، وبالتالي كان يفترض أن يحضر نوابها جميعا. ونقلت هذه الأوساط للجمهورية عن المرجع ملاحظته أن القوات تبدو مربكة في سلوكها خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه تبين أنها تتحمل جزءا من المسؤولية عن الخلل الذي تشكو منه في ملف اقتراع المغتربين في الخارج. وضمن سياق متصل أبلغت مصادر مطلعة إلى الجمهورية أن غياب بعض نواب القوات يعود إلى تأكدها من أنه في حال اكتمال النصاب فإن أبو حبيب ومن يمثل سيكسب معركة الثقة وسيخرج من الجلسة النيابية مع فريقه السياسي أكثر قوة خلافا لما كانت تصبو إليه مع راب. ولفتت المصادر إلى أن القوات لم تحضر جيدا لهذا الاختبار النيابي ولم تستطع تأمين الدعم الكافي من كتل أخرى، فكانت النتيجة أن السحر انقلب على الساحر وأن وزير الخارجية والتيار الوطني الحر حصل على نصر مجاني. والآن إلى الجمهورية، وماذا كتب توني عيسى؟ هل يعطل السفراء سيناريو الفوضى؟ ليس في الأفق أي مؤشر ملموس إلى تطيير الانتخابات في 15 من أيار. إذن لماذا الحديث الدائر في بعض الأوساط عن صيف ملتهب سياسيا وماليا واجتماعيا وربما أمنيا؟ الأوساط عن سيناريوهات سلبية قد تبدأ بعد 15 أيار، ووفق بعض المصادر فإن حزب الله وحلفائه يعكفون بشكل مستديم على دراسة الوقائع المتأتية عن العودة الخليجية المكثفة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، وهم يخشون أن تؤدي إلى مفاجآت خصوصا في الساحتين المسيحية والسنية خصوصا. فالماكينات المجربة رصدت في الأيام الأخيرة مزيدا من التغييرات في المزاج المسيحي بما لا
يصب في مصلحة التيار الوطني الحر، وستستفيد منه قوى المعارضة والقوى المستقلة والمجتمع المدني في الدوائر المسيحية، ما يوحي بتغييرات في النتائج. وأما على المستوى السني، فانسحاب الحريري جعل الموقف غامضا وأعاق قدرات الجميع على تكوين تصور واضح لنتائج الانتخابات، وهذا الأمر يقلق حزب الله، وخصوصا في آن معا. أيضا على الرغم أن الحزب جهز بإتقان أحصنته السنية للمعركة وفي مختلف الدوائر، وعمل على تأطير ما أمكن من القواعد الناخبة المؤيدة، فإنه ما زال يتحسب لاحتمال أن تتحرك قواعد المستقبل ضده بتأثير من الدينامية الخليجية المستجدة، ما قد يؤدي إلى حدوث مفاجآت في النتائج. لكن تطيير الانتخابات النيابية إذا حصل لن تكون تردداته بسيطة، وأولى التداعيات ستكون على الواقع الحكومي، إذ سيتاح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تهرب من استحقاق تصريف الأعمال، وتستمر فاعلة لتشرف على الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الخمسة التالية. وهذا الأمر يناسب ميقاتي أيضا، الذي يحتفظ بورقة قوية لتبرير البقاء في السراي، وهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقرار قوانين الكابيتال كنترول وخطة التعافي والموازنة وسواها، وكلها مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات. لكن عدم إجراء الانتخابات سيشكل علامة سلبية لدى المجتمع الدولي، وسيدفعه إلى المزيد من التضييق على قوى السلطة ومقاطعتها ومحاصرتها سياسيا وماليا. وبالتأكيد ستكون أبواب الاتفاق مع الصندوق مقفلة في هذا الحال، ومعها طبعا المساعدات العربية والدولية. وما يقوم به السفراء العرب والغربيون اليوم هو محاولة الدفع لإنجاز الانتخابات وإتمام الاستحقاقات الدستورية كلها بين الربيع والصيف، توازيا مع تقديم الحد الأدنى من الدعم السياسي والإنساني لضمان الاستقرار الاجتماعي والأمني وتجنب سيناريو الفوضى التي يصعب تقدير عواقبها. ولذلك ستكون مهلة الأسبوعين الباقية قبل الانتخابات النيابية مفصلية. فهل الأزمة تقترب من سيناريو الاستيعاب أم سيناريو الفوضى؟ إلى الشرق الأوسط، ماذا كتبت بولا أسطيح؟ تشكيك بقدرة قروض مصرف الإسكان على تنشيط الحركة العقارية في لبنان. أحيا إعلان مصرف الإسكان العودة لمنح قروض للشباب اللبناني من ذوي الدخل المحدود الأمل بتمكينهم من شراء شقق سكنية، لكن سرعان ما تبدد الأمل بالعودة إلى ما قبل الأزمة المالية عام 2019 وتوقف المصارف والمؤسسات كافة عن منح جميع أنواع القروض. وأدى التدقيق بالمبادرة الجديدة إلى إحباط هذه الأمال بعدما تبين أن المبالغ المرصودة محدودة جدا ومقتصرة حصرا على سكان الريف.